تريد النزول؟ حسنا، يبدو أنه لا يوجد زحمة هنا. ستتوه يا بوتشي، لا تذهب بسرعة هكذا. أنت جبان، ألست كلبا؟ كن شجاعا. أنا مخجول منك يا كوتي، الكلب الذي يخاف من الهرة. أيها الصبي، هل هذا الكلب يخاف من القطة؟ لا، هناك واحد ثاني. الكبير رائع، لكن الصغير جميل. إلى أين أنت ذاهب برفقة هذين الكلبين الجميلين؟ أنا ذاهب لرؤية أمي. والدتك. فضاني كثيرة. نعم، أنا صيدلي، أتريد دواء ما؟ دواء؟ لست بحاجة إلى تناول أي دواء، نحن بصحة جيدة. ربما، لا يبدو أنك بحاجة إليه. حسنا، كن حذرا. أجل، شكرا. تفرط سيارة شرطة. ربما أتت للبحث عنا. مال من هنا بسرعة، لنختبئ هنا. نحن بأمان الآن. كن هادئا ولا تتحرك. اهدأ يا بال. سرق البنك. أنت هو من تطارد الشرطة. اخر، احفظ لسانك. الكلب بل اسمع، سأحتفظ بك كرهينة. ابق هنا وافعل ما أقوله إذا أردت البقاء حيا. هل فهمت أيها الصبي؟ بقاؤنا هنا حتى نصبح بأمان. لكنني جائع جدا. كن صبورا الآن، سأدعك تأكل ما تريد لاحقا. حقا؟ لدي الكثير من المال. إنه المال الذي سرقته. لا فرق، إنه مال كغيره. هل هناك سبيل للخروج من هنا؟ نستطيع الهروب إذا نزعنا النافذة. ماذا تفعل؟ لا شيء، لم نكن نفعل شيئا. أحم.
أوه. ما الأمر يا بال؟ خبز وجبنة أعطانا إياها بعض المحسنين. لنأكل. واحدة لبال، واحدة لفوتشي. واحدة لي ولا. اصغي إلي يا بال، اصغي إلي يا بال، انزع النافذة بينما أتكلم معه، هل فهمت؟ هيا هيا أسرع. خذ. تعني أنك تقدمه لي؟ كلنا نجوع، أليس كذلك؟ المحسنون أعطونا إياها. شكرا لك. صرفت البنك. اسكت، قلت لك احفظ لسانك، الم تفهم؟ نذهب الى هناك. لابد ان اللص موجود في مكان ما حولنا، فتشوا عنه بفرق مؤلفه من شخصين. حاضر سيدي. هل فتشت هذه الناحية؟ ليس بعد. هيا يا بال. اتركني. تعال، أتحاول الهرم؟ لن أدعك تفعل ذلك. هذا مؤلم جدا. النجدة، ساعدوني. النجدة. هل أنت بخير؟ هل أنت بخير؟ ما الأمر؟ قلبي، قلبي. ماذا يجب أن أفعل؟ أخبرني، أخبرني. ماذا يجب أن أفعل من أجلك؟ أخبرني. الدواء، الدواء انتهى. الدواء؟ الصيدلية قريبة من هنا، سأحضر لك. كلا، أنت تحاول الهرب، أعرف ذلك. لا تخف، سأعود، أعدك. لا، لا، لا أصدق ذلك. لكن أرسل الكلب. ماذا؟ يبدو أنه كلب طيب، كنت أراقبه، يجب أن يستطيع ذلك. علق هذه والمال في عنقه. لا، ليس هذا، هذا الكلب يبقى خارجا، أرسل الصغير. ماذا؟ أرسل بوتشي إلى الصيدلية؟ لا، يوجد قطة في الصيدلية وهو يخاف منها. قطة؟ بوتشي يخاف القطط كثيرا. كلب ويخاف من القطط؟ لا يمكن ذلك. لكنها الحقيقة. أسرع، لا تضيع الوقت. هيا أسرع. حسنا، حسنا، اذهب يا بوتشي. الصيدلية يا بوتشي،
حيث تشتم هذا. لا تهرب حتى لو وجدت القطة. هيا أسرع، اذهب بسرعة يا فتحي. لا تدع الشرطة تجده. هيا واذهب، اذهب وأسرع أسرع. هيا يا بوتي، هيا هيا. كلب صغير. أيها الصغير، إلى أين أنت ذاهب؟ كلب غريب، كان يحمل شيئا حول عنقه. كلب غريب، ليس لدينا وقت نضيعه مع هذا الكلب. معك حق. لم يعد الكلب بعد. لقد تأخر كثيرا. ماذا تفعل؟ أتساءل عما حصل لبوتي. إلى أين أنت ذاهب؟ أنظر فقط. لا تتحرك، ستندم إذا حاولت إعلام الشرطة. لن أفعل ذلك أبدا، سيعتقلوني إذا وجدوني. ماذا؟ نعم، لقد هربنا من فرنسا. هل قمتم بعمل؟ لا، لكنهم سيقتلون بال إذا وجدوه. هل هربت من أجل الكلب فقط؟ لا، ليس لهذا السبب فقط. أنا ذاهب لرؤية أمي. إلى أين؟ سيرا نيفادا. سيرا نيفادا؟ أنا أيضا. تشجع. هل أنت بخير؟ كن صبورا، بوتي سيحضر الدواء قريبا، سيحضره.
من جديد. ماذا حصل؟ أين سيدك؟ تبدو جائعا. حسنا سأحضر لك شيئا، ابق هادئا. كلا. إذن ماذا؟ ما هذا؟ تشجع، أبقي مع نوياتك مرتفعة، لا تستسلم، أرجوك لا تستسلم، تشجع. أتسأل ما حصل لبوتي يا بيت؟ هذا هو الدواء، أليس كذلك؟ هنا. لا، هل تريد تفتيشه؟ نعم. هل أنت بخير؟ نعم، يتوقف الألم ما إن أتناول الدواء. شكرا لك أيها الكلب، شكرا لك. أنا روبيز، أشكرك جدا. ما هو اسمك؟ أنا سيباستيان. بيل وبوتي. قلت إنك ذاهب لرؤية والدتك، أليس كذلك؟ نعم، إلى سيرا نيفادا. أتعرف المكان؟ قريتي كانت على سفح سيرا نيفادا. كيف شكل هذا المكان؟ المكان هو عادي، الجميع يعرفون بعضهم البعض، وأمي وأخي الصغير يعيشان هناك في سيرا نيفادا. والدتك؟ نعم. لماذا لا تسكن معها؟ سأفعل لهذا السبب، أنا بحاجة لهذا المال. يمكنك جمع المال إذا اشتغلت بعزم. هذا ليس من شأنك. الشرطة. ماذا؟ سوف يحتفلوننا. ماذا يجب أن نفعل؟ ماذا يجب أن نفعل؟ افتحوا الباب، افتحوا الباب. لنهرب من هنا، اذهب انت اولا. هيا يا سيباستيان. حسنا. افتحوا الباب، افتحوا الباب. هرب من هنا. لنخبر الجميع. كن حذيرا، لازم إلى كتفي. أسرع. أنا بخير.
لا تقلق علي، اخرج من هنا اولا. هيا اهرب. لا لا استطيع، لنهرب معا. تبعد جان. حسنا هيا بنا. إنهم قادمون إلى هنا، لا تقلق. سأخرج قبلهم، أنت أهرب في أثناء ذلك، هل تفهم؟ سوف يلقون القبض عليك. أنت أنقذتني، والآن جاء دوري لمساعدتك. لا لا، قلت إنه يمكننا العيش إذا علمنا بجد. سأحاول ذلك بعد تنفيذ الحكم يا سيباستيان. حقا؟ كن حذرا، سيرا نيفادا بعيدة جدا باتجاه الجنوب. رافائيل، سلامي إلى والدتك. إلى اللقاء. هاو استسلم بهدوء بهدوء. لا، هل أنت لوحدك؟ نعم سيدي، أنا لوحدي يا سيدي. حظا سعيدا يا صديقي. بعد أن أنقذ ليزا وأدولفو، يعاود سيباستيان الهرب من الشرطة التي ما زالت تلاحقه وتلاحق بيل. وكان سيباستيان قد اختبأ في قبو، حيث فاجأه أحد النفوس يحمل كيسا مليئا بالدراهم حصل عليه بعد أن سطى على أحد المصارف، واحتجز اللص سيباستيان حتى لا يخبر أحدا. واستطاع سيباستيان الهرب من القبو ومن اللص، ونجح بذلك قبل حضور دورية الشرطة، ويصل إلى البحر.